السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد الحسين رشيد إبراهيم من موريتانيا. الجواب الأول بالنسبة لمبادرة الموهوبون العربي، هي مبادرة مفيدة وذو أهمية كبيرة لخدمة الموهوبين العرب في الوطن العربي واستكشاف المواهب وتنميتها. الجواب الموالي، لقد سلكت مسارا علميا يراوح بين التعليم الأصلي والعصري، حيث بدأت دراسة القرآن الكريم من السن الرابعة، ثم التحقت أيضا بالمدرسة التي كنت ولازلت أدرس فيها العلوم التجريبية بأنواعها، وأنوي دراستها وتعمق فيها مستقبلا إن شاء الله. الجواب الموالي، لا ليس لدي. الجواب الموالي، أحيانا ألاحظ أن لدي طموحا ورغبة جامحة وموهبة موهبة علمية وآمل أن أطورها في المستقبل. الجواب الموالي، أظن أنه كان أداء رائعا وترقب نجاحا باهرا لي ولزملائي نظرا للمجهود الذي بذلناه. الجواب الموالي، أعتقد أنه سيكون ذا مردودية كبيرة من الناحية العلمية وتنمية قدراتي. الجواب الموالي، لقد تم ترشيحي تبعا لمقاييس معينة ومحددة من قبل لجنة مختصة. الجواب الموالي، مشاركتي وترشيحي من دولتي هو وسام شرف واعتزاز شعرت فيه بوجودي مع نظرائي من الدول العربية وبفخر كبير. الجواب الموالي، سأحاول تحقيقها من خلال المثابرة والسعي الدؤوب لتنمية مهاراتي العلمية والعقلية وتسخيرها لصالح التنمية والتقدم في الوطن العربي. الجواب الموالي، لو تم اكتشافي ستكون بداية المشوار لمشوار علمي جديد، وسأسعى لاستغلاله بالمثابرة والعمل الدؤوب. الجواب الموالي، طموحي القادم هو المشاركة في مسابقات وطنية دولية أخرى واكتساب تجارب أكثر ومستوى أعلى.